سنتحدث الآن عن القياسات التي يمكن إجراءها على الصورة الثنائية البعد بعد معايرة بسيطة للصورة الثنائية البعد. نلاحظ أن لرفع الجين وخفض الجين من خلال زر الجين، يتميز الجهاز Vivid 3 بوجود ميزة ATO. ATO هو Optimization Automatic Optimization. من خلال الضغط على زر واحد هو زر الجين، عندما تضغط عليه نلاحظ ننظر إلى الصورة، يقوم بتوضيح للصورة ويظهر هذا الزر ATO، أي أن الصورة معايرة بشكل أوتوماتيكي. لإلغائه نضغط على زر الجيم مرة أخرى فتذهب المعايرة. أيضا لدينا كما تحدثنا عن 2D Map. 2D Map هي عيارات جاهزة للصورة. نلاحظ أن صورة 2D تتغير عياراتها من خلال الانتقال من زر إلى آخر. Colorize. كثير من الأطباء يفضلون اللايت بلو للحصول على صورة واضحة للكلرايز. ريجكت، تخفيض الريجكت أو زيادته نلاحظ الفرق بالصورة تأثير على الصورة. هذا أقل قيمة للريجكت وهنا أعلى قيمة للريجكت. لإزالة الضجيج، كومبريس هي إما أبيض أسود كما هو واضح أو مع وجود رمادي. هكذا نلاحظ وضوح الصورة. لإجراء على سبيل المثال حساب الإيجكشن فراكشن بصورة 2D نضغط على زر كاليبر أو ميجرمنت. كاليبر القياسات المباشرة، ميجرمنت القياسات عبارة عن المعادلات. نضغط زر ميجرمنت فنلاحظ ظهور قائمة بالقياسات المطلوبة. نختار Left Ventricle Volume 4 Chamber من خلال تحريك التركبول والضغط على زر Select. نلاحظ أنه يتم الطلب منا القياس Left Ventricle Volume بالسيستوليك والدياستوليك بال 4 Chamber. لكي نسهل عملية القياس نقوم باستحصال صورة ثنائية البعد، صورة دول مود، أي صورة بالدياستوليك والسيستوليك من خلال الضغط على زر 1 2 3 1 2 4. نلاحظ نزيل الفريز نحرك التراك بول حتى نحصل على قمة القباض وقمة الانبساط. هاي الانبساط وهنا نأخذ الآن نأخذ الآن القياس المطلوب وهو على سبيل المثال دياستوليك ونبدأ بإجراء القياس من خلال الضغط على زر Select. لاحظ أن قد حصلنا على قيمة لليفت فنتريكال دياستوليك. بالنسبة للسيستوليك نأخذ قيمة السيستوليك. السلام عليكم. أوكي. فريز.